حدثت لنا ولين محمد، شاهدوا المزيد من التفاصيل. بداية بهذا الفيديو مع أسامة مروة اللي أعلن اليوم عن ظهوره بعد اختفائه في العيد، والبعض بيتوقع أنه أسامة اختفى لأنه كان متواجد مع شيرين بيوتي. نمر أيضا إلى لانا ولين محمد، فلانا نشرت ستوري صرحت من خلال أنه صار معاهم حادث في البحر وكانت كتير خايفة. أترككم مع المقطع ورأيكم يخصوص هذا الخبر. كنا راكبين بالدونت، سو الدونت بتكون مدورة مثل تعرفوا دولاب المي اللي بنلبسه اذا بدنا نطوف، اوكي مثله بس بيكون ملبس بقماش مشان يكون في مسكات نتمسك. شو اللي بصير فيه؟ شايفين هذا القارب؟ هذا القارب، اوكي سو هذا القارب بيعلقنا بحبل، يعني نحن بالدونت وهي القارب، في حبل واصلنا بين الدونت والقارب. اللي كان صاير انه ركبنا مشان يمشي فينا القارب، انه يعني نلف ونطير، هي بتطلع وبتنزل بتروح يمين يسار، هو بيسحبنا مثل كانه عم يسحبنا. فاللي صار معنا نحن ماشيين بسرعه، اول شيء مشينا هيك يعني شوي شوي لحتى نجرب كيف الوضع، اسرع كثير كثير. فنحن ماشيين مشينا منيح وصرنا بعيد، يعني شايف قديش كبير نحن صرنا بعيد، حتى اذا كنتوا واقفين هم ما بتشوفونا، اوكي سو شد كثير، لعبنا وخلصنا، وقف شوي، كل شوي بيوقف ناخذ بريك نحن وبالبحر، وقف اوكي قلنا له يلا بدنا اقوى شيء عندك، بدنا نشوف بعيد من هون، يعني نشوف قديش هي قويه، هيك قلنا له نشوف قديش هي قويه. ف شو عمل هو؟ اول ما قلنا له هيك شد اقوى ما عنده بالقارب من قدامنا، انا شفته هو عم ينشق قدامي، انشق وما لقيت لكم غير لانا صارت وين؟ باخر البحر، ولين باخر بالطرف الثاني من البحر، وخاله بالطرف الثالث من البحر، يعني كل واحد راح بديره. وانتم متخيلين سرعه القارب قديش؟ القارب كان كثير كثير سريع. انه كنا راكبين الدونت، اذا عندي صوره لها او فيديو ركبناها قبل مره بحط لكم اياه. اللي صار انه انقطعت فينا كلنا وقعنا بنص المي، يعني انشقت خلص، نحن صار يعني نحن طرنا كيف هيك بتكون ماشي، طرنا وقعنا بالمي وهي هاي انشقت خلص.